صباح الخير يا آية. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة. اليوم 10 تشرين الثاني، يا الله أنا عم شوف اليوم إنه 10، عم أقول الأيام عم تركض أكيد، إمتى بلشت الشهر وإمتى صار 10. إن شاء الله الأيام سعيدة للجميع. المشتري كوكب الحظوظ سعيدة إلى جانب زحل، اثنينتهم يتقدمان في الجدي. اليوم في تغييرات بكواكبنا لأنه عطارد دخل إلى برج العقرب، يعني بلشنا نحذر شوي. مولود برج الثور، مولود برج الأسد، عائليا ماليا شوي مهنيا، يعني هالعشرين يوم لازم شوي ينتبهوا على أمورهم. برج الأسد وبرج الثور، المريخ ما زال متراجعا طبعا لآخر أيامه. أنا ما كتير بشوف بقى له تأثير قوي عموما تراجع المريخ، لأنه بقى له يومين رح يباشر تقدم في برج الحمل. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل اللي مقهور اليوم، هلا مقهور لأنه عم بيلبي حاجات الآخرين وما حدا عم بيلبي له حاجاته عموما. يوم فيه شغل كتير، فيه قصص العلاقة بالعمل، مسؤوليات إضافية، يعني ما تبذل جهودك اليوم مولود برج الحمل بأشياء ما كتير بتلزم. عود هيك فكر، انت عم تسمع الأبراج، بتتفرج على الأبراج، اكتب شو هو الضروري إنك تعمله، قول أنا رح بلش بيك أعمل هيك. نظم وقتك اليوم فعليا لحتى تكون أمورك أفضل، وانتبه صحيا لأنه أغلب مواليد برج الحمل، السرطان، الميزان، الجدي، هالأربع أبراج في عندهم بعض المضايقات لمن حولهم على الغالب أو لألهم بشكل شخصي، مع أنه أنا برأيي أنه ما عاد في شيء محرز. عزيز ده مولود برج الثور، اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، خاصة إذا يعني استعملت الحوار والنقاش لتصل للي بدك إياه. اليوم الحظوظ مساعدة لتحسن أمورك، لتستفيد من حظوظك، ليكون عندك فترة جيدة أنت تشعر بالارتياح، بالأمان، بالسلام. يوم إيجابي لألك لتطلب معونات، لتدخل نقاشات مفيدة، ليكون عندك تعاملات إيجابية أو وجهة نظر مختلفة. مولود الجوزاء اليوم الأمور جيدة، مع أنك شوي متضايق من أمور عائلية. هلأ بظن الأمور ليست الأفضل عموما، نوع من أنواع خيبة الأمل، نوع من أنواع الصدام، نوع من أنواع النقاش اللي بندخله أحيانا، وخاصة الجوزاء أخصائي الجوزاء يدخل نقاشات ما يطلع منها بنتائج، واليوم بالذات لهذا النوع من النقاشات اللي ممكن أنك ما تطلع منه بنتائج. ما بعرف إذا حواليك لا سمح الله شوية منافقين أو كذابين، اليوم ممكن يكون في شيء من هذا القبيل. على كل أحوال خذ ردود واستفسر قبل أن تصل إلى قرارات. مولود برج السرطان اليوم عنده حركة، نشاط، تفاؤل، يوم نازل في عسوق، داخل في مؤسسة حكومية، مسافر، عم بيتعرف على جدد، عم بيسترجع شعبيته مع أصدقائه. أحد الأيام الجيدة اللي فيها مؤازرات لألك، فيها محبة، فيها نشاط، فيها طاقة، فيها سعادة عموما، سبب الآخرين بالغالب مولود برج السرطان. ناس اليوم محبين، داعمين، مساعدين، يمكن تصل للمساء تشعر إنك هيك هادئ، سعيد، في قصص أنت أنهيتها وخلصت منها. مولود برج الأسد الفترة جيدة للجديد، لكن دخول عطارد إلى برج العقرب رح يخليني بالعشرين يوم الجايين حذرك ماليا عمليا. انتبه ماليا عمليا لست في حالاتك الأفضل. هلأ المصروف عم بيكون إضافي، مفاجآت واردة لصرف إضافي، محتاج تنظم أمورك خاصة ماليا هاي الأيام اللي صرف كتير العشرين يوم اللي جايين ومدخول قليل. لذلك أنا برأيي وحتى لو كان في مدخول هو للصرف عموما، يعني عم تاخد من هون تدفع من هون، ما أنا أبدا لموضوع الدخار، وعلى كل ما أظن بقى حدا عم يقدر يدخر عموما. مولود برج العذراء فايق بكير وعنده نوع من أنواع الهدوء أو الإحساس بالسعادة، عنده 100,000 قصة بدي حلها، والحياة الحظوظ مساعدة اليوم لتحل بعض القضايا. خطط لما تريد خاصة للأسبوع القادم، لأنه الأسبوع القادم يفترض الأفضل بالنسبة لمولود برج العذراء. قصة عائلية، قصة بيع، إرث، قصة عاطفية ربما كمان، الأمور إيجابية على الصعيد العاطفي. الزهرة في برج الزهرة اللي هو كوكب الحب والصداقة موجود في بيت المال، مما عم بيخلي الأمور إيجابية على هذا الصعيد، أنت محبوب وقد تفرح لإنجازات. مولود برج الميزان، لا تحكم على الناس من كلامهم، حاول تحكم من أفعالهم. اليوم تصرف ممكن يضايقك، ممكن تتحسس، تخبيه بقلبك، تقول هاي القصة ليش انعملت، هاي الكلمة ليش انحكت، يعني الأمور على هذا الصعيد فيها شيء من المضايقات. على كل الأخبار ما كتير مريحة اليوم مولود برج الميزان، فاقد للطاقة، ضايق خلقه، مزاجه مو كتير ضايق، وما بعرف إذا في قصة صحية ممكن تكون مضايقته، بس خذ مني نصيحة اليوم بالذات، اسمع كتير واحكي قليل.
مولود العقرب أحد الأيام الجيدة وخاصة اجتماعياً. محيطك داعم مؤيد، قواسم مشتركة بينك وبين الآخرين، عم تتجاوب مع الناس اللي حواليك. مولود برج العقرب أنا برأيي أفضل بكتير من كم يوم اللي راح، وصلك كم يوم بكركب. اليوم الأمور بالنسبة لك أفضل، انتشار، ترويج، صداقات، تجارة، علاقات، استقبل، ودع، سافر، فهو مسافر، يعني حسب كل واحد وضعه. مولود برج القوس أنت أكثرنا تعباً، والمشكلة أنه أنت أصلاً تنتمي إلى الأبراج النارية، حدا عصبي جداً، فاليوم بالذات حاول أنه ما تنفجر بشي كلمة صريحة، بشي ردة فعل عفوية. يعني اليوم في نوع من أنواع التشنج والعدائية لمواليد برج القوس، في حدا عم يحكي عنك بالعاطل، ممكن تسمعه، في شيء مثلا ممكن تنظلم بقضية ما دخلك فيها. أنا بقول على كل الأحوال لا تصطدم بمن تحب اليوم مولود برج القوس، ولا تخلي ردود فعلك شوي عصبية. أموره جيدة جدا مولود برج الجدي، وقد يفرح لبعض العروض الجديدة. أحد الأيام الجيدة لتضاعف جهودك، ليكون في حظوظ مساعدة لك، ليكون في مواقف إيجابية. أنت الأفضل بالمجمل اليوم لتتغلب على بعض الظروف المعرقلة، ليكون عندك أفكار جيدة، محبة، تفاهم أو معونة. مولود برج الدلو اليوم متفائل وأفضل كتير اليوم من اليومين ثلاثة المرأة. يعني اليوم على الأقل عم تحاور الناس، عم تطلب حقوقك، والحقيقة وارد أنك تنالها اليوم. في انتصار، في أوضاع مبشرة، في قصة عاطفية ممكن تكون إيجابية، في ناس طالبة منك تشجيع أو نصائح أو دينة، وأنت ما رح تتردد على كلن. في محبة على كلن حواليك اليوم مولود برج الدلو، أو دعم أنت تستحقه. مولود الحوت أموره إيجابية وجيدة، أو خليني أقول ما أنا سيئة، لما تكون أنا عم بحكي، يعني أنا بحبكم متفائلة عموما، بس مولود برج الحوت اليوم عنده نوع من أنواع التأجيل أو التأخير، وغالبا طالع العبسة على وشه هاي اللي دائما هو بيتحفنا فيها، فاليوم شوي قالب وشه نتيجة وعود كاذبة ربما، هو هيك إحساسه. طبعا ممكن أشياء تتأجل تتأخر، وارد بهاي الأيام. قد ينتابك الضيق من بعض التصرفات اللي أنت حاسة مو منطقية، في تأثيرات سلبية عم ترافقك مع الناس اللي أنت بتحبهم، يعني زوج، زوجة، أحد الأبناء، أحد زملاء العمل المقربين، هدول الأشخاص حاول ما تصطدم معهم اليوم. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود عشرة، وأتمنى له السعادة. مولود عشرة من الأشخاص اللي صاحب رأس صعب بس قلب طيب، حدا التركيز بيوصله دائما للنجاح، الانفعال هو اللي بعرقله خطواته، إرادته فولاذية. عموما صاحب قلب طيب، بحب الأعمال الخيرية، بحب يساعد الناس حتى بدون ما يطلبوا على فكرة. حدا بيركض على الحق، يعني إحقاق الحق لإله أو لمن حوله. الحق عنده أساس كل عمل أو تحرك أو موقف، بحاجة إلى قوة داخلية لحتى يرتب أموره، لأنه حدا شوي كسول، بطيء، قراراته بطيئة، فبده دائما حدا يحسه يرتب أموره. إذا كان طموحه واقعي وصل إلى ما يريد. محب جدا للعائلة، محبوب السنة مولود بالمتبقي من السنة، محبوب مولود عشرة. الأمور المهنية مبشرة بسفر بجديد، بتعلم ما لا تعرفه، دخول دورة تدريبية، قصة العلاقة بزيارات أو علاقات. وغالبا حتى السنة كتير مناسبة لقصص العلاقة بارتباط أو بداية جديدة لألك أو لأحد المقربين. رسائلكم على 18:45 من أي موبايل داخل سوريا، وانتبهوا تكون رسائلكم فيها يوم، شهر، سنة واسم. مصطفى رمضان شو بيكون برجي؟ طلال ابن حورية، مواليده 60 لـ 80. يسعد أوقاتك يا طلال. طلال عندك سنة جيدة جدا بالمتبقي منها، بس أظن حتى نحكي في تغيير أعتقد ليس قبل 12 وما بعد، بتبلش حظوظك مساعدة جدا. مصطفى ابن سحر، يوم وشهر وسنة يا مصطفى. إسراء مواليدها 95، يسعد أوقاتك يا أسعد أوقاتك يا إسراء. وعم بيقول لي زوجتي عم شوف الرسالة اللي قبلها ما طلعت. على كل الأحوال ما عندها شيء سيء صحيا زوجتك إسراء يا عزيزي، وأنا بشوف الأمور رايحة باتجاه الأفضل. طارق فاعوت عم بيصبح علينا، يسعد أوقاتك يا طارق. طارق سنة داخل عليها بتاخذ العقل، خاصة أول 3-4 شهور في عندك فيها تغييرات مهمة وإيجابية، وغالبا في مبروك بالنسبة لك قبل الخامس إذا أراد رب العالمين.
عليا 97. يسعد اوقاتك يا عليا. في حظوظ مساعده روحي، متبقي من السنه للحظوظ المساعده والجيده جدا اذا بدك، وممكن تكون يعني تغييراتك ايجابيه. زكيه مواليدها 9/9، يسعد اوقاتك يا زكيه. يعني ما بظن كثير للتغييرات بالمتبقي من العام، مع انه وارد يكون في بدايه جديده عاطفيه زكيه. بالمجمل هي القصه اللي ممكن تكون ايجابيه، بس السنه القادمه سنه تغييرات بامتياز. يحيى ابن فهيمه 65، يحيى امورك العائليه ليست الافضل بهي الفترات، الشهر القادم افضل، بس داخل على سنه تعتبر سنه حظ وبامتياز. ان شاء الله ايامكم سعيده، تضلوا مبسوطين ومرتاحين ودايما بخير. شكرا كثير لك يا نجلاء.